في الركن الأحمر. إذن الجولة الأولى وفي الركن الأحمر من قرغستان إمام نزاروف. إمام نزاروف في الركن الأحمر وسام تالي تولتييف في الركن الأزرق من كازاخستان. والجولة الأولى وهنالك توجيه لكمات مستقيمة من ملاكم قرغستان إمام نزاروف. إذن إمام نزاروف ليس بالملاكم السهل ولا بالملاكم الهين. بدأ الجولة الأولى بتوجيه مجموعات لكمية متنوعة للبطل الكازاخستاني سام تالي توليف. إذن الهدوء الذي يسبق العاصفة وحركات فنية جميلة لإمام نزاروف في الركن الأحمر من قرغستان. ولكمات باليد الأمامية، لكمات متنوعة. إذن قرغستان تضع نفسها على خارطة اللعب. إذن هنالك خطأ الركن الأحمر للكازاخستاني سام تالي توليف والركن الأزرق للقرغستاني إمام نزاروف. والقرغستاني تعرض لإصابة في وجهه. إذن الأداء والفعالية لسام تالي توليف في الركن الأحمر. إذن عودة إلى النزال القوي ما بين الملاكم الكازاخي واللاعب من قرغستان في نزال قوي من وسط أساس ذات سادتي، نزال مفعم بالقوة ما بين الملاكمين. إذن دقة في اللكم من كلا الملاكمين ولكم هائل الآن. عودة إلى التعليق مع الكابتن أيمن النادي الآن. ونعود إليكم من جديد. في وزن تحت 60 كيلوغرام ما زالت الإصابة تؤثر على الملاكم القرغستاني ميرزوخيد إمام نازارييف الذي تعرض لإصابة في الوجه. ومع الاقتراب من نهاية الجولة الأولى لهذا النزال الناري مع الكابتن أحمد حلمي الآن. صراحة نزال قوي جدا من كلا الملاكمان. استطاع اللاعب الكازاخي أن يفرض إيقاعه وأن يحصل على ثقة الحكام بأن منحوه كامل اللقاء، لكن هذا لا يعني أن النزال قد حسم. لماذا؟ اللاعب القرغستاني صراحة لاعب ذكي جدا، ودائما كابتن أيمن خطورة الارتطام بالرأس تؤدي إلى نوع من التشتيت للاعب، فحين ارتطم اللاعبان وسالت دماء اللاعب القرغستاني أثر ذلك معنويا ونفسيا على أدائه، انخفض قليلا. لكن هذا لا يعني أن اللاعب القرغستاني لاعب سهل، بالعكس لاعب مهاري، لاعب قوي جدا. لكن ما امتاز به اللاعب الكازاخي هو الدقة الذين يتابعوننا ويسمعوننا. مهم جدا عليك أن تعلم أين تضع يدك. نقاط التسجيل النقاط مهمة جدا للاحتساب، وهذا ما يحسنه أغلب اللاعبين الذين يمتلكون خبرة عالية، وهذا ما رأيناه في الجولة الأولى من اللاعب الكازاخي. عودة إليك مع التعليق كابتن أيمن ما بين كازاخستان وقرغستان. إذن نعود إلى الجولة الثانية وسيطرة مطلقة للكازاخستاني سام تالي توليف في الركن الأحمر. ولكمات متنوعة، لكمات جميلة لسام تالي توليف من كازاخستان. إذن
اللكمات المتنوعة، وهنالك إصابة للقرغستاني إمام زارييف فوق الجبين، ولكمات أمامية وخلفية وبالمستقيمات للملاكم الكازاخستاني البطل سامتالي تولييف في الركن الأحمر. إذن هدوء وتأني، ومن ثم إطلاق القذائف الكازاخستانية نحو قرغستان. أداء جميل وأداء مثير لسامتالي تولييف. إذن سيطرة في الجولة الأولى وأيضا في الجولة الثانية. سامتالي تولييف من كازاخستان يدير هذا اللقاء بدقة وحيوية وقدرات عالية. أيضا هنالك تنبيه من الحكم بعدم النزول بالرأس لسامتالييف، أيضا للملاكم هنالك نزول بالرأس لكلا الملاكمين وتنبيهات واشتباك ولمحات فنية جميلة من كلا الملاكمين. ولكمة مستقيم يسار قوية ومباشرة إلى وجه إمامنا زارييف من قرغستان. إذن الأدوار قبل ربع النهائي تشتعل بين كازاخستان وقرغستان. وطبعا النزول بالرأس هنالك تنبيه من حكم اللقاء، ونعود مباشرة إلى المباراة من جديد وتوقف للحكم بين الحين والآخر. ولكمات مستقيمة وقوية ومباشرة إلى وجه الملاكم القرغستاني إمام زارييف. وإليكم التحليل مع الكابتن أحمد حلمي. فرض في سيناريو مشابه اللاعب الكازاخي، لكن اللاعب القرغستاني أخبرتك كابتن أيمن ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية أنه ليس لاعب سهل، ضغط، أقنع اثنان من القضاء ولكن ثلاثة من القضاء أعطوا اللاعب الكازاخي. لماذا أعطوا اللاعب الكازاخي؟ ببساطة لأن اللاعب الكازاخي كان يسدد لكمات واضحة أكثر، دقة أكثر، كانت محاولات اللاعب القرغستاني كثيرة، يعني يلكم بكم هائل من اللك يحاول أن يعمل مجموعات لكمية، ولكن دقة اللكم كانت تحسب للاعب كازاخستان. هذا ما يحتاجه القاضي، يريد أن يرى لكمة واضحة وصريحة على وجه أو على نقطة المعدة أو على وجه اللاعب حتى يستطيع أن يمنحك الأفضلية، وهذا ما حصل. لا، نزال قوي صراحة من كلا الملاكمين وسيبقى حتى آخر لحظة. شكرا كابتن أحمد. والآن العودة إلى الجولة الثالثة والأخيرة، وسيطرة تامة وكاملة لسامتالي تولييف من كازاخستان في الركن الأحمر. إذن حاولات هجوم لإمامنا زارييف من قرغستان، ولكن مراوغة جميلة و رائعة أيضا من البطل سامتالي تولييف من كازاخستان في الركن الأحمر. إذن جولة أخيرة وفوز محقق وتحصيل حاصل لكازاخستان عن طريق سامتالي تولييف في وزن تحت 60 كيلوغرام. ولكمة هوك قوية من قرغستان وتنبيه من حكم اللقاء للبطل الكازاخستاني
في الركن الأحمر سمت لتولييف لكن باليد القفاز المغلق. إذن سيطرة الأبطال الآن تظهر في الجولة الثالثة والأخيرة وهدوء تام على الملاكم الكازاخستاني سمت لتولييف رغم التنبيهات من حكم اللقاء إلى أن الضربات القوية والمباشرة بالهوك والأبركت والمجموعات اللكمية المنوعة لسمتالي تولييف من كازاخستان. إذن محاولات من إمام نازارويف من قرقستان للسيطرة على الملاكم الكازاخستاني ولكن هنالك ايضا تنبيه، التنبيهات كثرت في الجولة الثالثة والأخيرة على الملاكم الكازاخستاني سمتالي تولييف المتفوق في الجولتين الأولى والثانية وأيضا الثالثة، ولكن ايضا هنالك تقدم وهجوم للملاكم الكازاخستاني في الركن الأزرق. إذا تقدم وهجوم لإمام نازارويف ومن ثم عودة للهجوم لسمتال تولييف. إذا كل منهما يهاجم الأرضية. دعونا نستمع إلى تحليل الكابتن أحمد حلمي عن هذه الجولة. يعني فعل اللاعبان كل المطلوب منهما، أعتقد أن قرب الجغرافيا ما بين الملاكمين قرقستان وكازاخستان كوسط آسيا كابتن أيمن منحنا نزال متوازن ومنطقي من كلا الملاكمين. طبعا المدرسة الكازاخية تفوقت في هذا النزال بفارق الخبرة لدى اللاعب الكازاخي صراحة، لكن اللاعب القرقستاني لاعب كبير و يعني صراحة أنت في مربع الكبار الآن، يعني عليك أن تفوز بجزيئات حتى يعني تحقق النصر. Ladies and gentlemen, about 117 here in your African quarterfinals of session number 11 comes to a close after completing three-minute rounds in a men's lightweight 60kg matchup. We go to the scorecards where your judges have ruled in favor of your winner by points declared by split decision. To the red corner, Khanemdar Min Mirzalar Kharsali Nizdar Kazakhstan Dan Zamatali Tolatayev. سيداتي آنساتي سادتي انتهت المباراة بفضل